الشوط الاول كان ضعيف شويه، ولكن في الشوط الثاني طلعت كان الحماس في الشوط الثاني صافي، جا ديك الدقيقه 90. حنا جد فرحانين بهذا الفوز لانه تعطانا واحد الاكل ان شاء الله باش نطمئنوا، مازال ما طمئناش ولكن نطمئنوا باش ردنا واحد الرجل الاولى للكاس افريقيا ان شاء الله نشوفها في الكاميرون. ولي تنتمنوا تنشكر اللاعبين تا هما الاداء ديالهم، رغم الفريق تا هو اللي جوج القمر ماشي ساهل، فريق عنيد اللي تا هو ماشي ساهل باش يتعادل مع الكاميرون، وحنا جينا حتى لاخر دقيقه النفس الاخيره باش ربحناه، وهذا تيرجع تنشكروا المدرب تا هو. جيت بمدينه تيتون شجاع منتخب مغربي، مقابلات كانت مقابله كانت قويه، سجلنا هدف في الدقيقه 90، كنهني اللاعب ديالنا المنتخب المغربي اللي قدموا اليوم مجهود كبير في مترو الاول كانوا شويه ناقصين، في مترو الثاني تحركوا بزاف وديما مغرب. عايشين في هولندا وجينا الفاكونس واليوم جينا نتفرجوا في الماتش وكان زوين، زعما الجو كان زوين ومع الناس والجمهور كان زوين. المباراه اليوم كانت صعيبه شويه لان فرق ديال افريقيا كل شيء ولا صعيب، جزر القمر عرف كيفاش يتمركز في وسط الميدان وخنق سي رونارو، سينو راه خصو يعاود النظر في التشكيله وفي بعض اللاعبين، لان كنشوفوا في بعض اللاعبين ما كيأديوش منذ مده، ونتمنى من الله من هنا لقدام الخير لان كاينين مقابلات قويه وان شاء الله احنا مقبلين على كاس افريقيا وان شاء الله ميكون الخير. بهذا الماتش اللي داز اليوم شويه ناقص بيوتا كانوا ناقصيننا، المغرب لعب ماشي ما لعبش لعب، ولكن بيوتا كانوا ناقصيننا، ناقصنا شي واحد العشره اللي قاد لنا الماتش اللي قاد لي الكواري باش بيوتا يتباركاو، هذاك اللي ناقصنا اليوم، ولكن الحمد لله سيدي ربي فوق الماتش وحتى لاخر دقيقه وماركينا البيت درنا واحد الزيرو الحمد لله، فرحانين ما جيناش على والو ضربنا 3000 كيلومتر. جينا انفاس اخويا باش نشجعوا المنتخب، الحمد لله ربي ما خيبناش، كنبغي نهدي هذا الفوز للوالده ديالي اللي عطاتني فلوس باش ندير بلاصتي، هذا الفوز ليك الوالده وشكرا بزاف.